السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما صورنا لكم الخوت ربعة ديال الفيديوهات ديال بنم على قب ملعب أدرال الكبير بمدينة أكادير، استرحت واحد شوية وتنقرا التعاليق. واحد السيد سولني قال لي واش بالصح تجي في ديال مراكش أكادير غادي تحيد. ما عرفتش أخويا، نكتب عليك الجواب غادي يكون عند هذاك وزير النقل، ولا ما عرفت سميتو وزير النقل، ولا عندي الجواب. وداك الخليع داك ديال لون سيف، هادو هما اللي عارفين. الله انا نكتب عليك نقول لك واش غادي تحياد ولا ما غيتحياش. كاين دوك الصفحات اللي كيلوحو دوك الزانفورماسيون غير هكاك. مادام انا بالنسبه ليا مادام الخبر ما تنشرش في اسبريس راه ماشي رسمي. انا اسبريس اللي كنعترف بها وان فينا. علاش كنعترف بها؟ لانها مقربه من مصدر القرار في المغرب، مقربه من الدوله. خياتي يقولوا ديال الامارات ولكن راه مقربه من الدوله. فين غادي الخوت؟ غادي نصور لكم عليك فين وصلوا، داكشي فين غادي. واحد الفيديو راه كنت هضرت فيه على ديك الملاكمه المغربيه وقلت لكم راه غادي تخسر، وفعلا راه خسرات بشي 4-0. باش خسرات داكشي راه باين. حتى هذيك الطويله ديك المرضي حتى هي راه غادي تخسر حتى هي في الكارت فينا، وحتى هذاك ديال الكانو كايك حتى هو غادي يكون خسر. حيت تفرجت فيه انا دار شي 4 ولا 5 ديال لي فوت لي دار. كيبقى البقالي كما قلت لكم البقالي، وهذوك ديال الماراثون الا تقاتلوا الا بقاو شادين مع هذوك عواز الزام، هذوك كينيا واثيوبيا واريتريا، ديك هذوك الواعرين يقدر يخرج شي واحد من الجب في الاتليتيز ما تعرف. هذوك اللي دابا اللي غادي يجريو مع البقالي خصهم بعدا غير التكاليفه. البقالي يمكن غادي يلعب نهار اثنين. المهم البقالي بعدا عنده الدومي فينال، الفينال الدومي فينال غايدوز 100%. الفينال هي فاش بقات. الله ودي الله، الا مشات حتى البقالي غادي يولي لو برومي اتليت ماروكان افوار رومبورتي دو ميداي دو ميداي دور كونسيكيتيف في لي جوز اولمبيك. الوحيد اللي كان دا جوج هو هشام القروج، ولكن انا هشام القروج هنا هو المتوكل راه كنشك فيهم صراحه. انا وصلنا بجوجهم كنشك فيهم. علاش نقول لكم علاش؟ هو المتوكل دات ميداليه ذهبيه وحده في 84، ومن مورا 84 لعبات شي عام وهي تعتزل رغم انها كانت بطله اولمبيه. وفين كانت كتريني؟ كانت كتريني في ميريكان. ميريكان في ديك الوقيته راه كان دوباج. غنعطيكم غير مثال، كان داك كارلويس، كان كارلويس واخا ما عمرو تشد ولكن راه كان كيدوب. هذاك راه جايب شي 9 ميداليه ذهبيه، وكانت وحده سميتها وحده في 100 راه مات هذيك كاع في الدوباج. هذيك مشات ليا سميتها واحد السيد حتى هي عندها لي ريكورد دي موند ديال 100 و200. وبالنسبة للقروش دوك الأرقام اللي كان كيدير راه ما يمكنش ديرهم بلا دوباج. هذوك باينة، هذيك باينة من الطيارة، وعندو 3 دقائق 26 ثانية. الله واخا تجري بالموتور ما ديرها. نمشيو عند مالك نشوفو أين وصلوا. بالنسبة لهذيك العزية اللي قلت لكم كانت كدوبا سميتها فلورونس
جريفيد جوينر وعندها الرقم قياسي في 100 وال 200 وتفرجت فيها انا تفرجت فيها في جيزان بيك ديال 180 باقي صغير ديك الساعه في السيو 100 دارت فيها 10.49 و 200 دارت فيها 21.34 مات سيدي مات في 98 هي مزيده في 59 مات في 98 غتكون عندها تقريبا فاش مات شي 38 عام ولا 39 عام مات بالضباج هادي ديك الساعه كلشي كيضبا هادوك هادوك الرومانيات الشرقيه اش كيديروا الضباج حتى هما 7-0 نرجعوا لاليك اليك اسيدي فين وصلوا فين وصلوا احنا غادي نشوفوهم فين وصلوا الله يعاونهم الله يعاون جميع الشركات المغربيه اللي كتساهم في هاد لا رونيسونس ديال مدينه اكادير هاد الانبعاث الجديد لمدينه اكادير خاص يعطيو شويه لاطاك في هاد شهر 8 هذا باش انفو يوصلوا شهر 9 غادي يديروا لا دوزيام كوش ديك الساعات كيمرضوني انا هادي دابا اللي كيكلاكسوني انت كاع كلاكسوني تاش غادي دير الطريق السي محمد واخا الكلاكسوني عامره الطريق واش غادي دير ما عندك ما دير راه برصتينا السي محمد واه السي محمد واش انت اللي كتكلاكسوني كل كاين كلاكسون لي شكون هذا اش مريض هذا كل داخل بنادم اللي قادر واخا هكاك اللي عنده شي بارتمان اللي عنده شي دار اللي عنده سميتو يطلب فيها الثمن مابقاوش نزلو الثمن طيحو لان راه بنادم راه خاسر الفلوس على ديك لابارتمون ديالو عطيو القيمة شوية لابروبريتي ديالكم حيت كندخل دابا لشي سيتات وداكشي كتلقى بارتمان ب200 درهم كتلقى فيها مصلوحة وخاسر عليها مولاها واش هي تمن ديال الويفي ولا تمن ديال الماء ولا ديال الضو كاين شي وحدين ما كيطيحو الدل على منين انت قادر وحق الرب المعبود حنا اللي غندوزو انا اللي غندوز سير هو ضحك على شد معايا الكونترير باقي ديما من شد الكونترير نتمنوا ان اليك يدربوا هادشي لان السحاب
المنتخب الوطني المغربي في لقائه ضد ناديره الامريكي غدا مع الجوج. تمام الجمعة ان شاء الله. الا ربحوا هذا لا يعني بانه راه ضمنوا الميداليه، راه ما غيضمنوا الميداليه 100% الا وصلوا للنهايه، ديك الساعه غيضمنوا الميداليه الفضيه. اصلا دابا يضربوا الميريكان ويربحوا المنتصر في لقاء اسبانيا واليابان، وديك الساعه ضمنوا الميداليه الفضيه والحلبيه الذهبيه اللي بينهم وبين سميتو. الى وصلوا للفينال راه ما عمر شي فرقه في العالم العربي وصلت للفينال ديال لي جيز اولمبيك. هو زاد داو هذا يمكن نيجيريا والكاميرون، ولكن غالب الاحيان كتبقى ما بين الدول الاوروبيه والدول الامريكا الجنوبيه، ولكن في غالب الاحيان الدول الاوروبيه اللي كديها بزاف. اخر وحده داتها يمكن البرازيل هي اللي داتها، جوج مرات متابعه كاع الا ما خفتي. الناس اللي كي سميتو كيدوزو في هاد الخط هذا وعندهم شي بوسيبيليتي انهم يدوزو شي طريق اخرى، حاولوا يتفاداو هاد البلاصه هادي. انا دزت منها علاش انني باغي نصور، نقدر كاع ما نصورش لان كيبان لي حابسين الخدمه. شي كسيدة ولا ما عرفتش، كسيدة الله يستر هادي الجاج. شتيت الجاج ديال هاد الطونوبيل هادي 59 ما عرفتش من سميتو، ما عرفتش من هنا هادي.